بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرات الأخبار. قال رئيس الوزراء محمد شهباز شريف: أنا تسري عمران خان الأخير القائم على التشهير هو استمرار الهجمات على النظام الديمقراطي البرلماني. وقال في رسالته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن تصري عمران خان حز سيف عاد على النظام الديمقراطي السائتي الدول الحديثة. وقال رئيس الوزراء إن الهدف من سياسة عمران خان هو الوصول إلى السلطة فقط حتى لو أفرضت بالبلاد. قال الرئيس الدكتور عارف علوي أنه يمكن حماية العديد من أمراض من خلال الاهتمام بالوقاية أكثر من العلاج. وفي حديثه في حفل توزيع جائزة مقيم بابا فريد الثقة في كراشي، قال إنه في الوقت الحالي يعاني أكثر من كرور شخص من التهاب الكب. يمكن حماية الناس من هذا المرض من خلال اتخاذ الاحتياطات. قال الرئيس أن هناك حاجة إلى التدابير منفصلة لتوفير التسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ودمجهم في التيار الوطني السائد. وقال إن الخطوات الضرورية أيضا للتعامل مع الأمراض الأقلية في البلاد. عرب غلام أحمد القيادي البارز في مؤتمر الحريات الحزبية في جموا وكشمير المحتلة أن أسفه لتعريض الجيش الهندي لأبناء المنطقة المحتلة لأبشع الفزاي، وأسل الجنود الحنود عملية الحصار وتفتيش في مناطق مختلفة في الوادي بما في ذلك سرينغر وبرامولا وكوبوارا وإسلام أباد وبوناش، ودخل الجنود المنازل السكنية وضايق السكان بما في ذلك النساء والأطفال وقاموا بتخريض الأدوات المنزلية. قال خبراء ومحللون سياسيون في سرينغر إن حكومة مودي تستخدم وكالة التحقيق سيد الجامعات مثلا وكالة التحقيقات الوطنية ووكالة التحقيق الحكومية ومديرية التنفيذ لتخويف الكشميريين. هنا رئيس الوزراء محمد شهباز شريف أحالي السند بالمناسبة يومهم الثقافي في تغريدة له بمناسبة يوم ثقافة السند. قال رئيس الوزراء إن حضارة السند منذ آلاف السنين تزريف جمال ليس فقط لثقافة المنطقة ولكن أيضا لحضارة الإنسانية. وقال إن اليوم الثقافي لباب الإسلام السند هو يوم لإبراز جمال الواحدة الفيدرالية في باكستان. وقالت المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الأشيزة فاطمة مخاطبة الجمعية العامة للشباب في لاهور: إن أجل الشباب يحتاج إلى التركيز على البحث والتعليم حتى يتمكنوا من مواجهة متدلل العصر الحديث. وقال إن رئيس الوزراء شهباز شريف يبدأ برنامج منح دولة لتوفير الفرص للشباب. قال عدو مجلس الأمة على مالتي جيلاني: إلى الباكستان تواجه تحدي التغيير المناخي الذي يتعين على الجميع القيام بدوره للتعامل معها. وقالت القاضية عائشة مالك من المحكمة العليا: إنه من المهم تعزيز القيم الاجتماعية للتشكيل اتجاهات توجيهات من المجتمع لضمان حماية حقوق المرأة. قال ولي خيبر بختونخوا حاج غلام علي: إن هناك حاجة على التخطيط قوي لتنمية المناطق المختلفة من المحافظات بما في ذلك المناطق القبلية. وفي حديثه: إلى وفود مناطق محمد وشبقات ولكن مروات وأباردي وبيشاور في بيشاور. قال إنه يتعين اتخاذ إجراءات لرفع مستوى معيشة الرجل العادي. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.